اكبر الجاموس اللي خارج من السوق ده منور صباح الفل غالي كل سنه طيب صنعت الجاموس هدين جاموس والده يا جماعه خلفها موجود ولا بحتوه بحت خلف الله اكبر كم ولد لا صاحبي دي بياتكم بالسادس ولا السادس ولد الله يبارك لك عارف المشاهد باسمك ومكانه اسلام الشناوي المعلم اسلام الشناوي كفر الدوار بحيره يا جماعه اللي عايز جاموس والد موجود عنده ادينا الرقم اسلام 03 وحيد 841 72433 المعلم اسلام كفر الدوار يا جماعه انا السولارت في سوق دمنهور كل سنه وانت طيب يا غالي والامه الاسلاميه بخير ويوم نبر وبركات يا رب اللهم امين احنا يا جماعه النهارده في اجازه العيد كل سنه وانتم طيبين ربنا يصلح حال الجميع يا رب اللهم امين سوق دمنهور اللي خارج من السوق طب كام عمد الله بكام دي ده لبن لبن بكام والله خدتوه الله وكيله جيد خدتيه اعتبر ب57 57 وغطى تجاره ولا جنيه لجنيه جنيه ربنا يبارك لك فيها كل سنه حضرتك طيب انا لسه النهارده في سوق دمنهور يا رجال الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب اللهم امين بسم الله ما شاء الله الله اكبر اللي خارج من السوق ده منور صباح الجمال الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم بسم الله ما شاء الله عامله كام الواحده من دول وانت طيب يا صاحبي مش كله والله السوق النهارده خفيف وفي سعر وفي سعر برضه عشان خفيف في سعر ما شافش السعر خالص والله بجد ما اقول لك ما شافش السعر اهو حبيبي كل سنه طيب كام وكام وكام عليه الصلاه والسلام ب36 ده ب36 ذكر اهو عمره 11 شهر واللي في النص وده 38 عمر السنة واللي في الطرف ده اهو ايه 34 الاسم والمكان ورقم التليفون محمد الانصاري محمد الانصاري بحين في البحيرة يا محمد شبرخيت شبرخيت بحيره يا جماعه ادينا الرقم محمد 010 62 12 77 99 90 اللي عايز عجول ذكوره في المزرعه بقري على الذكوره اللي هو كل حاجه موجوده عندهم الله يبارك لك يا حمو توصلوا بالسلامه يا رجاله تجار شبرخيت الناس المحترمين تحياتنا لشبرخيت صباح الفل الحمد لله على السلامة يا رجالة توصلوا بألف سلامة اللي خارج من سوق دمنهور ربنا يصلح حال الجميع كم يا صاحبي العجل دي؟ الله يصلح حالك يا غالي الله أكبر بكم العجل دي خدتوها صاحبي؟ 24000 ربنا يصلح حالكم كم يا كبير العجل دي؟ كم خدته الله صباح العسل صباح الفل 56000 عجل صلاة النبي لباني الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله 56000 يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللي خارج من السوق صباح العسل السوق كويس النهارده الله يصلح حالكم وحال الجميع كام يا كبير الله اكبر يا بنادم بكام كل سنه طيب لبن دي لبن لا عشر عشر كام عشر شهرين عشر شهرين الله اكبر بسم الله ما شاء الله خدتها بكام يا صاحبي؟ ب 55000 55000 وخطة تجارة ولا جنية؟ لا جنية جنية ربنا يبارك لك فيها يا صاحبي أنا لسه نهارت في سوق دمنهور الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم آمين الحمد لله على السلامة يا عمدة في سوق دمنهور الله أكبر 15100 كام يا حج جمعة 15000 ولا 15100؟ ذكر ولا نتاية؟ نتاية نتاية ب 15000 الله اكبر وخطة تجارة ولا جنية؟ لا جنية جنية ربنا يبارك لك فيها يا عم الحاج كل سنة وانت طيب يا غالي حج جمعة عمارة حج جمعة عمارة جماعة عمارة ناس محترمين الله يبارك له شغل التقيل شغل التقيل الله اكبر كام يا صاحبي خدتوه والله؟ اي كلمة واحدة كلمة واحدة 55 55000 بسم الله ما شاء الله الله اكبر نشيله خمسة يبقى ب50 حبيبي 55 بالله عليك الله يبارك هو يعني واحد ياخذ منك انا هكذب لك لا يا عم اكذب للراجل 55000 تجار يا صاحبي لا احنا تجار الله يبارك طالع لحد ما نبطل الله يكرمك حبيبي يا غالي الله يصلح حالكم انا لسه نهارته في سوق دمنهور يا معلمي نهاركم ابيض كل سنه وانتم طيبين يا رجالي الله اكبر كام يا كبير خدتها والله كام 42 صنعت ايه طيب لبن صباح الفل بكام الذكر دي يا صاحبي؟ بصور لك الجاموسه اللي كانت مطلوبه والله بالامانه كانت انا سمحت الكلام ده وسالت واحد تاني قال لي لا وانا كنت نازل عشان اصورها والله صورها لك وبعت لك الفيديو مع واد مثال بابا الفيديو معايا حبيبي الله اكبر ما قلتلناش الذكر دي بكام يا صاحبي؟ الذكر ده ب 34000 34000 الله اكبر بسم الله ما شاء الله في سته زيه وببيعهم في سته زيه يعني بتبيعه؟ قلت كام يا صاحبي؟ 34000 الله اكبر على الخال خالك يعني انت شاري ولا كنت بتبيعه ما نبحش؟ والله انا كنت يا
ايام بيع ماشي، كان معاه بهم تاني الحمد لله ربنا يسهل حال بعدها. ودي اللي فاضل يعني بس ده مزنوق شوي، ده مزنوق شوي مش مزنوق. الجو ما فيش زبون عشان العيد، ما فيش زبون عشان العيد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، كله قال ان الجو هيبقى خفيف النهارده. طب ادينا اسمك ومكانك ورقم تليفونك طالما عندك سته زي دول. بلال يوسف، بلال يوسف ابو حمص. الله اكبر. 011 290 22 009. الله يبارك. عند المزلقان، يعني الطريق القنوية عند المزلقان. اللي عايز عجول دكورة بقري علف يا جماعة، اللي عايز يدخل السنة الجاية ايش يطلع الأضحية السنة الجاية إن شاء الله بخير يبقوا حلوين. الله أكبر. يعني عمركم شهر كده؟ ده عمري 9 شهور. 9 شهور بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الله الله يبارك لك يا صاحبي، صباحك ابيض، الله يصلح حالك وحال الجميع. ايه الحلاوه دي يا رجالي؟ الحمد لله على السلامه. خدتوا بيام الذكر ده يا صاحبي؟ 36 ونص يا جماعه بسم الله ما شاء الله. واخدوا تجاره ولا غنيه يا صاحبي؟ غنيه. الله يبارك لك يا شيخ العرب، الله يبارك لك. الله اكبر. طب عرب ابو المطامير الله يبارك لهم، اللي ما ينسينه منورين في سوق دمنهور بسم الله ما شاء الله. الناس اللي بتضحك ومبسوطه في سوق دمنهور. نتايا يا صاحبي دي دقه، خدتوه بكام بالامانه؟ والله ب 21 ل 300. 21 ل 300 دقه شعاري. الله اكبر. ما تغلطش، احترم نفسك، عيب يا استاذ الناس شايفاك. الله اكبر. الله اكبر. جاموس اللحم الثقيل اللي خارج من سوق دمنهور. صباح الجمال يا عمدي، كل سنه حضرتك طيب. منين حضرتك؟ حوش عيسى. حوش عيسى يا جماعة تجار جاموس اللحم. الله أكبر. الله أكبر. دي بكام ودي بكام يا صاحبي؟ دي ب 100,000. واللي قدام؟ 85. 85 يعني الكيلو ضرب كام في الجاموس النهارده يا صاحبي؟ 270. الكيلو مضرب 270 اللي هي لحمة مش يكفية يعني؟ بعضنا يعني مسلوخة وبعضمها كده يربع تربع. الله يبارك لك يا صاحبي بسم الله ما شاء الله. طب يوقف الكيلو قايم حي بكام يا صاحبي؟ 140 حي يا جماعة في الجاموس التقيل. معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجة يتواصل معاه؟ 010 94 55 34 33. حوش عيسى الناس المحترمين اللي منسين في سوق دمنهور يا جماعة، اللي عايز جاموس لحم يتواصل معاهم. صباحك أبدا معلمي، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. الله أكبر. صباح الفل يا كبير، كل سنه وانت طيب. صنعتهم ايه الجزء دول؟ شباب رباط اللحم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، عجميات يا جماعه اللحمه هم. بسم الله ما شاء الله. رزق اللي اشترى النهارده. رزق اللي اشترى. فتح رزق اللي اشترى. غنيه ولا تجاره عمرو؟ فاتن غنيه. غنيه بسم الله ما شاء الله. بكام بكام؟ 48,000 و 46,000. اللي على الشمال تزيد 2000. الله اكبر. الله يبارك لك فيهم يا عمده ويصلح حالك بسم الله ما شاء الله. الشاقي ده بكام يا صاحبي؟ الله اكبر. اذكر الله اذكر الله. الله اكبر. الله اكبر. بالراحه يا جماعه، العجل داس على رجله يا جماعه فراقها. معلش انا مجرب دوسه العجول دي والله مبوظه رجلي والله. الحمد لله. الله اكبر. الله اكبر. مغزى رجال اتفضلوا. الناس اللي منوره في سوق دمنهور الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. الله اكبر الله ما شاء الله. على هنا يا عيابه، على هنا يا عيابه. احسن راجل يا حاج. جيت سوق بقى من هنا يا عم. الراجل بياكل عيش الله يقويه. كل واحده معاك كده بقى. كام يا صاحبي العجل الشرزي؟ والله انت ماشي كام والله؟ حقنا والله. كام يا اخي؟ معلش انا عارف انه داس على رجل. 55؟ ب 53. 53؟ 53,000 يا جماعه. السوق عفش والله ما شاء الله. السوق كويس يا عم النهارده اهوت، والناس كلها مبسوطه. ايه ربنا يصلح حال الجميع. ايه بلك العده دي؟ غالي 10,000. غالي 10,000. غالي 10,000. بالله عليك. والله غالي 10,000. بص يا برومي يا برومي. الله على الله، سلموا لله. عامل ايه يا شيخ؟ السواقين اظن واقفين برضه الاخرين. معلش الله يقويك. كل واحد بس على اكل عيش وربنا يقويه ويصلح حاله. نشوف الوحوش اللي طالعه من سوق دمنهور. صباح الفل يا كبير. صباح الحاج سعيد. لحم دول. صباح الحاج سعيد. حاج سعيد اجدع راجل. ما جاش النهارده. من ايه يا حاج سعيد؟ ما جاش النهارده. الله يقويه ويعينه ويصلح حاله حاج سعيد. صباح ما جاش العمال الله يقويه. ما شاء الله. الله اكبر. كام يا صاحبي؟ 55,000 يا جماعة اهوت بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. إجمالي صلاة النبي عليه. الله أكبر. الله أكبر.
55,000 يا جماعه طالع الباقي ما طلع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اذكر الله استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب استرها يا رب. عيلة الشرسة يا جماعة بلا عباد الله أصحاب المال الله أكبر. بهدل صاحبه زي ما انتم شايفين اهو آخر بهدل. معلش الله يقويك ويعينك. أنا عارف الله بتشوفه بهدلة غريبة الشكل. الله أكبر الله يعني موجود عندك زيه صاحبي لو حد أصحى ادينا الرقم 012 72 50 77 22 الاسم والمكان أحمد عبد الله مبروك تفتيش المغازي مركز المحمودية. أحمد عبد الله مبروك تفتيش المغازي المحمودية. يا جماعة الله يبارك لهم اللي عايز عجول دكتورة لحم بقري موجود عندهم. الله يصلح حاله ومحال الجميع يا رب اللهم أمين. العجل اللي ورا بيخسر كام؟ 7000. ليه كده السوق تعبان النهارده؟ 38. وبنعمل كام؟ عم الحاج كل سنه طيبين. هنعمل 31. الف بركه اللي انتوا هتروحوا بالسلامه والحمد لله. يا ما كسبنا يا ما عملني. المهم البني ادم طالما بصحته يحمد ربنا. الحمد لله. وانت الناس محترمين. الله يقويكم عندكم. حقيقة عشان زعلان بتسمعها. كان ايه الحقيقه كان بمرض الله. الناس الحقيقه في السوق عامل ازاي؟ والله انا ملسي العالم ونقول لهم الله شهيد وكيل دي بكام ودي بكام. اللي بيكذب هنعمل له النهارده وكل عجل يسيب له 4-5000. السوق تعبان النهارده وكل عجل يسيب له 4-5000 يا جماعه في سوق دمنهور. الله يبارك لك يا غالي واصلح حالك. بسم الله ما شاء الله اللي خارج من سوق دمنهور ربنا يبارك للناس كلها يا رب اللهم امين واصلح حالها وحال الجميع يا رب اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المهاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السوق في خراب. العالم بتشتكي يا جماعه صرخه التجار من انخفاض الاسعار وقله حضور الزبون برضو ربنا يصلح.